طبعا هذه الجائزة رؤيتها هي تأصيل ثقافة التميز والريادة في الأداء لدى المؤسسات والجمعيات الخيرية، ورسالة هذه الجائزة الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات واعتماد أفضل الممارسات الإبداعية بما يخدم تحسين المستمر للخدمات التي تقدمها المؤسسات والجمعيات الخيرية، وتكريم هذه المؤسسات المتميزة استنادا إلى معايير التقييم الواضحة والمبينة والتي سيتم عرضها أمام حضراتكم خلال وقت قصير جدا. كما تهدف الجائزة إلى زيادة الوعي لدى المؤسسات والجمعيات الخيرية بأهمية التميز في الأداء المؤسسي وتقدير المؤسسات التي توفر الدعم لهذا القطاع الفعال وإعلاء القيم الخاصة، وإعلاء القيم الخاصة بأهمية تنمية الموارد البشرية وإظهار الدور المهم للأنظمة المالية والإدارية في صيانة قنوات التواصل المجتمعي وتشجيع جهود إحلال حلول إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه الجمعيات والمؤسسات الخيرية وتبادل التجارب والخبرات والمعرفة بين المؤسسات والجمعيات الخيرية. شكرا. كما أشرت إلى حضراتكم هناك ثلاث فئات للجائزة: فئة المؤسسات الكبيرة التي تزيد موازنتها عن $1,000,000 سنويا، وفئة المؤسسات المتوسطة التي تكون موازنتها السنوية ما بين $100,000 إلى $1,000,000 أمريكي، وفئة المؤسسات الصغيرة التي تكون موازنتها أقل من $100,000 أمريكي. طبعا الجائزة هناك ثلاث فائزين في كل فئة من الفئات، كل مؤسسة أو جمعية من الجمعيات الفائزة في هذه الفئة الكبيرة تحصل على مبلغ مالي مقداره $50,000، وبمقدار $30,000 لكل جمعية في الفئات المتوسطة و$20,000 للجمعيات الصغيرة. طبعا الجائزة تبنت المفاهيم والأسس العالمية للتميز المؤسسي والتي تقوم على إضافة قيمة للمستفيدين من المؤسسات والجمعيات الخيرية وخلق مستقبل مستدام للخدمات التي تقدمها هذه الجمعيات وتطوير قدرات المنظمات والمؤسسات من خلال تبني معايير التميز وتشجيع الابتكار والإبداع وقيادة وجود رؤية وكذلك إدارة عملية التغيير السريعة في داخل البيئة وفي البيئة المحيطة بعمل المنظمات والمؤسسات وتشجيع المواهب، مواهب العاملين من الموارد البشرية في المؤسسات الخيرية والمحافظة على استدامة النتائج واستمراريتها. طبعا النموذج المعتمد في تقييم هذه الجائزة هو نموذج التميز الأوروبي EFQM، وهذا النموذج ينقسم إلى قسمين: قسم ممكنات، معايير الممكنات وهي 5 معايير، وقسم معايير النتائج وهي 4 معايير، بمجموع 9 معايير. طبعا الممكنات الخمس هي ما تقوم به المؤسسة من أعمال وكيفية تنفيذ وإنجاز هذه الأعمال وكيف تطبق المنهجيات بكفاءة وانتظام من خلال التخطيط المسبق وكيف تخضع هذه المنهجيات للمراجعة والتطوير والتحسين المستمر. وبالنسبة للنتائج هي ما تحققه المنظمة أو المؤسسة أو الجمعية من نتائج بما ينسجم مع الاستراتيجية التي وضعتها هذه الجمعية. وعادة تضع المؤسسات مستهدفات في كل سنة من السنوات تلبي احتياجات وتوقعات المتعاملين من والمستفيدين، وكذلك تعمل على تطوير مؤشرات رئيسية تدلل على تحقيق هذه المستهدفات. طبعا النموذج معروض أمام حضراتكم وهو عبارة عن 5 معايير. أول معيار هو القيادة وعليه 100 علامة، ثم معيار الموارد البشرية أو العاملون 100 علامة، ومعيار الاستراتيجية
معيار الشراكات والموارد والعمليات والخدمات، هذا جانب الممكنات. وفي الجانب الأيسر معايير النتائج، وهي نتائج العاملين ونتائج المتعاملين أو المستفيدين، ونتائج على المجتمع، ونتائج رئيسية بشكل عام. بشكل عام عندنا 9 معايير رئيسية، هذه المعايير مجموع الأوزان 1000 علامة، وفي عندنا معايير فرعية تندرج تحت كل معيار من المعايير الرئيسية، ويبلغ مجموع هذه المعايير الفرعية 32 معيار فرعي. وهناك عدد من الأنشطة متضمنة تحت كل معيار من المعايير الفرعية. الآن نحن سنتعرض إلى هذه المعايير بشيء من الشرح والتفصيل. معيار القيادة، في عندنا 6 معايير فرعية موجودة تحت هذا المعيار الرئيس، وفي علامات وأوزان مخصصة لكل معيار فرعي. المعيار الأول 20 علامة، المعيار الثاني 15، والثالث 15، والرابع 15، والخامس 15، والسادس 20 علامة، بمجموع 100 علامة. الآن كان من المخطط أنه يتم عرض كل معيار فرعي والأنشطة المتضمنة تحت كل معيار من هذه المعايير، ولكن ارتأينا أن يتم شرح الاستمارة لكي نتأكد بأن كافة الجمعيات والمؤسسات التي ستشارك تقوم بتعبئة الاستمارة بالشكل الصحيح، وتكون الاستمارة مكتملة الأركان. الآن نستعرض الاستمارة ونفتح الاستمارة سوية لنتصفحها معيار معيار. طبعا هذه استمارة الترشيح موجودة بشكل ورقي وموجودة أيضا بشكل إلكتروني، بإمكان كل مؤسسة من المؤسسات حسب قدراتها وإمكاناتها بإمكانها أن تقوم بتعبئة الاستمارة الورقية اللي موجودة أمام حضراتكم واللي استلمتوها عند بداية التسجيل. وفي حال عدم استلام استمارة يمكن تنزيل هذه الاستمارة من الموقع الإلكتروني للجائزة، هناك ملف وموقع إلكتروني للجائزة، يمكن أن تقوم بطباعة هذه الاستمارة وتعبئتها ورقيا. وهناك خيار آخر أيضا، وهو تعبئة الاستمارة إلكترونيا في الموقع الإلكتروني. يمكن للجمعية أن تقوم بإنشاء حساب من خلال الموقع، وهناك كلمة سر تكون للجمعية، ومن ثم هناك حقول الاستمارة نفسها الموجودة ورقيا نفسها موجودة بنفس التصميم ونفس الشكل إلكترونيا. بإمكانكم تعبئة الحقول في من خلال استخدام الكمبيوتر، وإذا كان الجلسة أو تعبئة الاستمارة تتطلب أكثر من جلسة سيتم حفظ ما أنجزته وما قمت بإنهائه من بنود، والبنود المتبقية يمكنك العمل جلسة ثانية أو ثالثة أو رابعة في أيام أخرى وتكملة الاستمارة. وعندما تقوم بمراجعة الاستمارة وتكون قد تأكدت بأن كافة الحقول قد تم تعبئتها، يمكنك النقر على زر سبميت، يعني تسليم. في هذه الحالة بتم تسليم الطلب الإلكتروني أو الاستمارة الإلكترونية إلى المنظمة العربية للتنمية الإلكترونية بشكل أوتوماتيكي أو تلقائي، وأنت أيضا كمستخدم تقوم أيضا باستلام بريد إلكتروني مرفق فيه الاستمارة اللي حضرتك قمت بتعبئتها. لنستعرض الآن الاستمارة سوية. طبعا بالنسبة للشروط، الشروط انه اولا لا توجد رسوم مالية مقابل الاشتراك في هذه الجائزة، فهي مجانية. ويشترط ايضا في المؤسسة او الجمعية الخيرية ان يكون قد مضى على ترخيصها مدة لا تقل عن 3 اعوام، وان يكون هناك نظام لتدقيق موازنة المؤسسة او الجمعية. كذلك يجب ان يتم ارفاق المعلومات الوافية عن الجهة
مثل الأدلة والوثائق المؤيدة للترشح، ولا يجوز التقدم بأكثر من ترشيح واحد من الجهة الواحدة. يعني أنت كمؤسسة أولا تفحص أين أنت من الفئات، هل مؤسستك مؤسسة كبيرة موازنتها أكثر من 1,000,000؟ إذا أنت تقدم طلب على هذه الفئة. إذا كانت فئتك متوسطة من 100,000 إلى 1,000,000 فلتقدم على فئة المؤسسات المتوسطة، وأما إذا كانت المؤسسة صغيرة موازنتها أقل من $100,000 يتم التقدم على فئة المؤسسات الصغيرة. طبعا المنظمة تقوم بتشكيل فريق من المقيمين والمحكمين الذين يمتلكون الخبرات والمؤهلين للقيام بتقييم المؤسسات والجمعيات الخيرية المشاركة، وعادة يتم اختيار مقيمين من عدد من البلدان والدول بحيث يكون هناك تمثيل للدول. ولا يجوز لأي مؤسسة أو جمعية خيرية ينتمي إليها مقيم أن يشارك في هيئة التقييم أو التحكيم. كذلك يشترط في المؤسسة والجمعية أن تكون مسجلة رسميا لدى جهات الاختصاص في الدولة. ولا أدري في جمهورية مصر هل التسجيل يكون في وزارة التضامن الاجتماعي أم في الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخيرية؟ طبعا نعم. ولا يحق للمؤسسات والجمعيات الخيرية التي فازت في الدورة الأولى أن تتقدم للمشاركة في الجائزة إلا بعد مرور 2 من تاريخ حصولها على الجائزة. طبعا يجب إرفاق وثيقة التسجيل أو رخصة الجمعية اللي حصلت عليها من المؤسسة صاحبة الصلاحيات في منح الرخص، وكذلك الهيكل التنظيمي للمؤسسة والخطة السنوية أو الاستراتيجية للجمعية. طبعا يتم تقييم المؤسسات بواسطة لجنة التحكيم، هذا تحدثنا عنه، ويجب على المؤسسة أن تحدد مسؤول اتصال، هذا شخص هو المسؤول عن التواصل مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، يتم تحديد اسمه في الاستمارة. ويحق لفريق عمل الجائزة طبعا أن يقوم بعمل زيارات ميدانية للاطلاع على أي وثائق والاستفسار من المؤسسات والجمعيات الفائزة عن أي معلومات أخرى بهدف التحقق من صحة البيانات الواردة في الاستمارة. طبعا يتم تقييم المؤسسات حسب معايير التقييم التي سيتم شرحها أمام حضراتكم واللي موجودة أيضا في دليل الجائزة، ويمكن التواصل مع المنظمة العربية كونها الأمانة الفنية للجائزة على أرقام التليفونات المبينة والفاكسات والبريد الإلكتروني أمام حضراتكم في حالة الرغبة في الاستفسار عن أي أمر من الأمور التي لها علاقة بالجائزة أو الاستمارة. طبعا في بداية الصفحة تقوم المؤسسة أو الجمعية بكتابة الاسم الكامل للجمعية في المكان المحدد، وأين هو المقر الرئيس لهذه الجمعية أو المؤسسة، والدولة طبعا جمهورية مصر العربية، وإذا كان هناك رقم للترخيص أو الرخصة التي حصلت عليها المؤسسة نقوم بكتابة هذا الرقم في المكان المخصص صادر عن الجهة اللي هي صاحبة الصلاحيات في إصدار الترخيص، وفي تاريخ متى صدر هذا الترخيص، تاريخ التأسيس أو سنة التأسيس، نشاط المؤسسة الرئيس. عادة في بعض المؤسسات والجمعيات الخيرية تكون فيها عدد من الأنشطة وتستهدف عدد من الفئات، فمثلا في جمعيات تتعامل مع المرضى، في جمعيات تتعامل مع النساء، في جمعيات تتعامل مع الأطفال، في جمعيات تتعامل مع اليتامى. فنشاط المؤسسة الرئيس، ما هو النشاط الرئيس للمؤسسة؟ وإذا كانت هناك نشاطات أو خدمات فرعية يتم أيضا الإشارة إليها في المكان المخصص. ما هو عدد المستفيدين من الجمعية؟ أيضا يتم كتابة معدل عدد المستفيدين والإنجازات التي تحققت، أهم الإنجازات، ما هو أهم إنجاز قامت بتحقيقه الجمعية خلال الفترة الماضية. وبالنسبة للمسؤول أو المنسق الذي سيكون صلة الوصل بين المنظمة العربية وبين المؤسسة أو الجمعية
يتم كتابة اسم هذا المنسق في هذا المكان المخصص، وكذلك يتم كتابة الإدارة أو الوحدة التي يتبع لها ورقم تليفونه، الهاتف الأرضي والهاتف الجوال ورقم الفاكس والبريد الإلكتروني، ثم يتم وضع إشارة إكس في المربع الذي يحدد حجم وفئة المؤسسة، هل هي مؤسسة كبيرة أو متوسطة أو صغيرة، ثم نضع اسم المفوض. المفوض عادة للتحدث باسم الجمعية، المفوض بتمثيل الجمعية، وعادة ما يكون هو رئيس الجمعية، والتاريخ والتوقيع وختم المؤسسة عند تسليم هذه الاستمارة الورقية. إذن هذا الجزء الأول من الاستمارة عبارة عن بيانات عن الجمعية واسمها وعنوانها وتفاصيل المنسق وفئة الجمعية. الآن نأتي إلى المعايير. أول معيار هو معيار القيادة. القيادة لها 100 علامة مخصصة من ضمن 1000 علامة، وطبعا كل مؤسسة أو جمعية لها قائد، لها رئيس، ولها أيضا مجلس. هذا المجلس يتابع عمل هذه المؤسسة ويجند الجهود من أجل تحقيق رؤية ورسالة هذه المؤسسة والجمعية. هناك معايير فرعية للقيادة نستعرضها بالمعيار الأول، وهو تطوير القيادة للرؤية والرسالة والقيم المؤسسية. قيادة المؤسسة والجمعية الخيرية يجب أن تكون قد طورت رؤية. ما هي رؤية المؤسسة أو الجمعية الخيرية؟ وما هي الرسالة؟ وعادة الرؤية تكون عبارة عن طموح. ما هو الطموح الذي ترغب المؤسسة أو الجمعية الخيرية أن تحققه؟ ما هو الحلم الذي تسعى لتحويله إلى واقع هذه الجمعية أو المؤسسة الخيرية؟ ثم تستعرض الجمعية رسالة الجمعية، والتي من خلالها يتم التعريف بالمؤسسة، وما هي الخدمات والأنشطة الرئيسية التي تقدمها، ومن هم الفئة المستفيدة. هذه مكونات الرسالة، من تخدم أنت كمؤسسة أو جمعية خيرية. ثم القيم، القيم المؤسسية، ما هي القيم التي تحكم عمل الجمعية؟ ما هي القيم التي تشكل المنارات التي تستهدي بها الجمعية عند اتخاذ قراراتها ورسم سياساتها واستراتيجياتها؟ هذه أيضا يجب أن تكون لكل جمعية ومؤسسة قيم تعمل ضمنها وتعمل في إطارها المؤسسة أو الجمعية. فإذا كان هناك للجمعية رؤية ورسالة وقيم، يتم الإجابة بوضع إشارة صح أو إكس في داخل مربع نعم، ثم يتم إرفاق صورة عن رؤية ورسالة وقيم المؤسسة أو الجمعية الخيرية. هل يتم تعريف المعنيين وهم العاملون في المؤسسة والجمعية الخيرية والمستفيدين من هذه المؤسسة أو الجمعية والمانحين؟ هل يتم تعريف هؤلاء برؤية ورسالة المؤسسة أو الجمعية؟ وهل يتم حشد الجهود لتحقيق هذه الرؤية؟ يعني لا يشترط فقط أن نضع رؤية ورسالة وقيم، بل يجب علينا أن نكرس الجهود ونجند كل الطاقات من أجل تحقيق هذه الرؤية والرسالة. فهل يتم تحقيقها من خلال عرضها في مكان بارز؟ يتم تعريف كافة المعنيين من خلال عرض هذه الرؤية والرسالة والقيم في مكان بارز عند الدخول إلى مقر المؤسسة أو الجمعية؟ أم أن المؤسسة لديها كتيب تعريفي عن المؤسسة أو الجمعية الخيرية، أو من خلال عرضها على موقع الويب سايت الخاص بالجمعية أو المؤسسة الخيرية، أو أي طريقة أو أداة أخرى يمكن تحديدها في الفراغ المحدد؟ هل يتم توجيه وتدريب العاملين في الجمعية والمؤسسة الخيرية حول القيم والرؤية والرسالة؟ نعم أم لا، يتم تحديد ذلك. هل يتم مراجعة وتحديث رؤية ورسالة وقيم المؤسسة كل فترة زمنية؟ إذا كانت الإجابة نعم، لأن الرؤية أو الرسالة لا يشترط بأن تكون أبدية، يمكن للمؤسسة أو الجمعية أن تقوم بتعديل رؤيتها ورسالتها بما ينسجم
مع طبيعة أعمالها واستراتيجياتها وموازناتها وقدراتها وإمكاناتها. فهل تم تعديل رؤية ورسالة الجمعية أو المؤسسة خلال الفترة الماضية؟ ومتى كان ذلك؟ متى تاريخ مراجعة هذه الرؤية والرسالة والقيم؟ وإذا كان تم إجراء تعديل، ما هو التعديل الذي تم إجراؤه؟ هل توجد آلية ومنهجية لمتابعة تنفيذ الخطة الاستراتيجية؟ طبعا احنا وضعنا رؤية ورسالة وقيم وأهداف، هل يتم هناك منهجية لكي نتابع تنفيذ هذه الرؤية والرسالة والقيم والأهداف الاستراتيجية؟ هل يتم تشجيع العاملين ونشر روح الفريق والتعاون بينهم من خلال مكافأة العاملين الذين يتحلون بروح الفريق، من خلال تدريب العاملين على العمل الجماعي، من خلال تنظيم ورش عمل، من خلال ممارسة أسلوب جماعي في صنع القرارات؟ هذا أيضا يمكن الإشارة إلى الطريقة التي تعمل الجمعية على تشجيع روح الفريق من خلالها. هل توجد نماذج دورية لتقييم الأداء؟ يعني إحنا كقيادة في الجمعية والمؤسسة الخيرية، هل نقيم أداء العاملين سواء كانوا عاملين بأجر أم متطوعين؟ هل نقوم بتقييم أدائهم؟ إذا كان نعم، يتم إرفاق صورة عن نموذج تقييم أداء العاملين في المؤسسة. نأتي إلى البند الثاني من القيادة، وهو إشراك العاملين في وضع وتطوير أنظمة العمل. هل يتم عمل خطط تشغيلية للوحدات الإدارية في المنظمة لتحقيق الأهداف السنوية الشاملة؟ طبعا في مؤسسات ضخمة وكبيرة تعمل في مجال العمل الخيري، وهذه المؤسسات بكون فيها وحدات إدارية. هل كل وحدة من هذه الوحدات الإدارية تقوم بوضع خطة سنوية من أجل تحقيق الأهداف؟ إذا كان نعم، يتم إرفاق صورة عن هذه الخطة السنوية لإحدى الوحدات في المؤسسة. هل يتم إعداد خطط تشغيلية للوحدات الإدارية في المنظمة أو المؤسسة؟ وهل تشارك مثلا وحدة متخصصة في هذه الخطط التشغيلية مثل وحدة التخطيط أو مدير الوحدة الإدارية؟ أو يتم إشراك العاملين في عملية التخطيط في أثناء إعداد الخطط التشغيلية؟ يتم وضع إشارة إكس عند الأداء أو الأسلوب المستخدم. هل توجد لائحة للصلاحيات المالية والإدارية في الجمعية؟ ضروري جدا. هل هو معروف من هو المخول بالتوقيع على المساعدات المالية أو على الشيكات أو على الحوالات البنكية أو على عمليات الصرف من صندوق المؤسسة أو الجمعية؟ هل هناك نظام محدد فيه من هم الأشخاص المخولون بالتوقيع وبالصرف وبالإنفاق؟ إذا كان نعم، يجب إرفاق أيضا صورة من هذا النظام الذي يوضح من هو المسؤول عن عمليات الإنفاق في المؤسسة. هل يتم تقييم أداء العام للمنظمة؟ يعني كل فترة زمنية، هل المؤسسة أو الجمعية مديرها ورؤساء الوحدات الإدارية أو مجلس إدارة الجمعية، هل يقوم بعمل جلسة لكي يقيم عمل الجمعية خلال الفترة الماضية؟ هل يتم مراجعة التقارير التي تنجزها الوحدات؟ وهل يتم مراجعة أين نحن من تحقيق الأهداف؟ أين وصلنا؟ ما هي النسبة التي وصلنا إليها في تحقيق الأهداف؟ نأتي إلى المعيار الثالث، وهو التعامل مع جميع الفئات المعنية. طبعا الفئات المعنية أو الستيك هولدرز هم جميع الأشخاص المتعاملين مع المنظمة، وهم عادة العاملون في المنظمة والمستفيدون والمانحون. وأي أشخاص أو جهات يمكن أن تؤثر أو تتأثر في المؤسسة أو الجمعية الخيرية، ويمكن أن تستفيد بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر من خدمات الجمعية الخيرية. فهل يتم استطلاع رأي هذه الفئات بشكل منتظم من أجل معرفة مدى رضاهم عن أداء وخدمات المؤسسة والجمعية؟ إذا كان نعم، يتم إرفاق أيضا نموذج استبيان. هل يتم الاستجابة لنتائج استبيانات الرأي بالتحسين والاستجابة للتظلمات؟ طبعا أكيد في عديد من الفئات والمستفيدين من الجمعيات والمؤسسات الخيرية، إذا تم تقديم تظلم من أحد
الأشخاص اللي بشعروا أنهم يجب أن حقهم من حقهم الاستفادة من خدمات هذه الجمعية. وإذا تم تقديم تظلمات هل يتم الاستجابة لهذه التظلمات ودراستها والتحقق منها؟ إذا كان نعم هناك دراسة يتم إرفاق مثال لواقعة أو واقعتين من عمليات التظلم. نأتي إلى المعيار الرابع من المعيار القيادة الرئيس، وهو بناء ثقافة التميز لدى الموارد البشرية. الآن قيادات الجمعيات والمؤسسات الخيرية يجب أن تزرع في نفوس العاملين والمتطوعين في المؤسسة والجمعية الخيرية ثقافة التميز من خلال تشجيع التنافسية الإيجابية بين الموظفين، تكريم الموظفين المتميزين، أو إذا كانت الجمعية تستخدم أي أداة أو أسلوب آخر لتشجيع ثقافة التميز يتم ذكره في بند أخرى. المعيار الخامس توفير بيئة مشجعة على الإبداع. هل تقوم القيادة، قيادة المؤسسة والجمعية الخيرية، بتشجيع الإبداع والمبدعين والأفكار الإبداعية؟ هل يتم ذلك من خلال تهيئة بيئة عمل إبداعية، من خلال توفير بيئة العمل الجيدة والمناسبة من حيث الأثاث وقواعد المعلومات وتوافر خدمة الإنترنت والمكتبة أو أي خدمات ومستلزمات عمل أخرى؟ هل يتم عقد اجتماعات دورية مع الموظفين للتواصل معهم ومعرفة اقتراحاتهم؟ هل هناك لجنة في داخل المؤسسة أو الجمعية الخيرية متخصصة في الإبداع والتطوير وطرح الأفكار التطويرية وحل المشكلات؟ هل يتم رصد موارد مخصصة لإجراء دراسات التطوير ونقل تجارب من مؤسسات رائدة إلى المؤسسات والجمعيات الخيرية القائمة؟ هل يتم تقبل أخطاء تجربة الأفكار الجديدة أو أي طريقة أخرى؟ أما بالنسبة للمعيار السادس والأخير في القيادة فهو تبني سياسة التغيير. لا شك أن المؤسسات والجمعيات الخيرية يجب أن تواكب عملية التغيير، ويجب أن ترى ما هي البيئة المحيطة بعمل المؤسسة والجمعية الخيرية، وهل هناك تغييرات طرأت على هذه البيئة، وهل هناك مستجدات ويجب على المؤسسة أو الجمعية الخيرية أن تواكب هذه المستجدات وتقوم بإحداث تغيير في داخل هذه الجمعية وفي داخل الخدمات التي تقدمها الجمعية. هل توجد استراتيجية معتمدة للتغيير، نعم أم لا؟ هل تقوم المؤسسة بالاستجابة للتغييرات التي قد تطرأ في المجتمع؟ أيضا يتم الإجابة، وإذا كانت نعم يتم ذكر أحد التغييرات التي طرأت على عمل الجمعية خلال الفترة الماضية. ما هو الأسلوب والمنهج الإداري الذي تتبعه القيادة لمجابهة التغييرات والتحديات الخارجية؟ لا شك أن كل مؤسسة، سواء كان جمعية أو مؤسسة خيرية أو كانت وزارة أو مؤسسة حكومية أو حتى كانت شركة من شركات القطاع الخاص، تواجه تحديات وتواجه صعوبات ومشكلات. ما هو المنهج الذي تتبع المؤسسة والجمعية الخيرية وقيادة هذه المؤسسات في مجابهة التغييرات والتحديات؟ كيف تقوم هذه المؤسسة بتذليل الصعوبات والمعيقات التي تواجهها المؤسسة أو الجمعية؟ هل تقوم المؤسسة بتهيئة الموارد البشرية لمواكبة عمليات التغيير ومجاراتها؟ وهل يتم ذلك من خلال برامج تدريب يتم تنفيذها للموارد البشرية في مجال إدارة التغيير؟ وهل يتم عقد اجتماعات مع الموظفين للتواصل معهم ومعرفة آرائهم ومخاوفهم؟ هذا كله يلعب دور في تقبل التغيير. هل مثل ما حضراتكم بتعرفوا دائما وأبدا هناك مقاومة للتغيير؟ يعني في أشخاص دائما يرغبوا في بقاء الوضع على ما هو عليه، لا يرغبوا في التغيير، لديهم هاجس وخوف من التغيير وانعكاسات هذا التغيير. فهل يتم مقاومة التغيير والتعامل مع هذا المقاومة من خلال التثقيف والاتصالات، يعني تثقيف وتعريف مقاومي التغيير بالمنافع والفوائد والنتائج والآثار التي ستنعكس إيجابا على المؤسسة أو الجمعية نتيجة لتبني
هذا التغيير واعتماده؟ وهل يتم إشراكهم ودمجهم في عملية التغيير وتقديم الدعم والتسهيلات والتفاوض والاتفاق معهم على دور يقومون به بشكل فاعل في عملية التغيير؟ هذا كله أيضا يتم أم يتم اتباع أسلوب الإكراه العلني والضمني بتقبل التغيير والموافقة عليه؟ هل يتم قياسة أثر فعالية التغيير ومراجعته؟ يعني بعد ما تبنينا التغيير هل نقوم بدراسة أثار هذا التغيير ونتائجه وما هي فوائده ومنافعه؟ في حالة الإجابة بنعم يجب شرح يعني كيف يتم ذلك بشكل مختصر. هذا فيما يتعلق في المعيار الأول وهو معيار القيادة والذي يتضمن 6 معايير فرعية. الآن نأتي إلى المعيار الثاني وهو معيار السياسة والاستراتيجية. هناك 4 معايير فرعية للسياسة والاستراتيجية. المعيار الأول هو بناء السياسة والاستراتيجية على احتياجات جميع المعنيين. يعني أنا كمؤسسة أو جمعية خيرية عندما أقوم بتحديد ما هي الخدمات التي سأقدمها إلى الفئات والمستفيدين يجب أن يكون هناك انسجام بين هذه الخدمات وبين احتياجات المستفيدين. فهل يتم استخدام طرق لجمع بيانات لمعرفة ما هي احتياجات المستفيدين المستهدفين؟ هل يتم ذلك من خلال جلسات العصف الذهني ومقابلات يتم إجراءها مع عينة من المستفيدين، أو يتم عمل استمارات ويتم توزيع هذه الاستمارات على المستفيدين وهم يقومون بتعبئتها ويحددوا ما هي احتياجاتهم وأولوياتهم وما هي توقعاتهم أيضا من هذه المؤسسة أو الجمعية الخيرية؟ أم يتم دراسة وضع الفئات المستهدفة ومن خلال هذه الدراسة يتم استنتاج الاحتياجات نتيجة للمقابلات التي يتم إجراءها أثناء عملية إعداد الدراسة والبحث؟ المعيار الثاني هو اعتماد السياسة والاستراتيجية على معلومات دقيقة. طبعا دائما وأبدا ممكن كثير من المؤسسات إنها تتوقع إنه يكون احتياجات المستفيدين شيء، ولكن عندما تطلق المؤسسة خدماتها تستنتج بأن هذه الخدمات لا تلبي إلا جزء قليل جدا من احتياجات المستفيدين، وكان من المفروض على المؤسسة أو الجمعية إنها جمعت معلومات دقيقة لكي تطلق خدمات دقيقة تنسجم وترتبط بشكل وثيق مع احتياجات المستفيدين. فهل يتم مراجعة نتائج ومؤشرات الأداء المؤسسي الداخلي والاطلاع على أفضل الممارسات ونتائج التغييرات الاقتصادية والاجتماعية؟ هل يتم إعداد ومراجعة وتحديث السياسة والاستراتيجية؟ يعني نحن كجمعية وضعنا سياسة واستراتيجية، الآن هذه السياسة والاستراتيجية من المفروض أن يتم مراجعتها كل فترة زمنية، ومن المفروض أيضا بعد مرور وقت أن يتم دراسة هل هذه السياسة والاستراتيجية بحاجة إلى تحديث، بحاجة إلى تجديد، بحاجة إلى إضافات، بحاجة إلى تعديلات. هل هناك وحدات في داخل المؤسسة أو الجمعية مسؤولة عن عملية المراجعة والتحديث للسياسة والاستراتيجية؟ إذا كان نعم يتم ذكر اسم هذه الوحدة، وعادة في المؤسسات في بكون وحدة المتابعة والتقييم، هذه تقوم بمتابعة أعمال الجمعية وأنشطتها وخططها وتعمل بتقييم الإنجازات والأهداف التي حققتها. هل الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة فيها تحديد للفرص الحالية والمستقبلية؟ لأنه عادة الاستراتيجية لا يتم بناءها فقط بناء على الاحتياجات الحالية، وإنما يجب يتم استشراف المستقبل ومعرفة ما هي الاحتياجات التي يحتاجها المستفيدون أيضا في المستقبل. وهل تتضمن الاستراتيجية خطط بديلة لمواجهة التغييرات؟ يعني عادة الجمعيات والمؤسسات الخيرية تتنبأ تتوقع بالحصول على دعم وتمويل بمقدار معين، إذا كان هذا الدعم أو التمويل لم يتحقق ولم يكن حسب ما تم تنبؤه وتوقعه
هل هناك خطط بديلة في حال مثلا وجود فائض في الموارد المالية أو التبرعات أو التمويل، أو إذا كان هناك عجز هل هناك خطط بديلة يتم وضعها للتصرف بناء على هذه الظروف؟ هل توازن الاستراتيجية بين احتياجات المؤسسة الخيرية ومتطلبات وتوقعات جميع المعنيين؟ لا شك إنه الجمعيات الخيرية مواردها محدودة ومقيدة، واحتياجات المستفيدين متعددة وكبيرة، ولا شك أن ولا بد أن يكون هناك انسجام بين قدرات الجمعيات والمؤسسات الخيرية وكذلك احتياجات المستفيدين. يعني هناك توقعات واحتياجات للمستفيدين، يجب أن يكون هناك انسجام بين احتياجات وتوقعات المستفيدين وطبيعة الخدمات والتي تقدمها المؤسسة وقدراتها. هل توجد مؤشرات واضحة لقياس النجاح أو التقدم في تنفيذ المبادرات؟ أكيد طبعا يجب أن يكون هناك مؤشرات لتدلل هذه المؤشرات على مدى التقدم في تنفيذ المبادرات وتحقيق الاستراتيجية. إذا كان هناك مؤشرات نضع X في مربع نعم، ثم يتم تحديد الطريقة. هل يتم ذلك من خلال متابعة تنفيذ السياسة والاستراتيجية من خلال التقارير الدورية؟ في تقارير تقوم بإعدادها المؤسسة أو الجمعية؟ هل من خلال الاجتماعات الدورية أو من خلال الزيارات الميدانية أو من خلال أي طريقة أو وسيلة أخرى؟ أيضا المعيار الرابع شرح وإيصال وتنفيذ السياسة والاستراتيجية. إذا وضعت المؤسسة أو الجمعية الخيرية خطة وسياسة واستراتيجية، يجب على المؤسسة أن تقوم بشرح وتوصيل هذه الخطة لكافة الأفراد العاملين في المؤسسة وأيضا الجهات المعنية. هل يتم ذلك من خلال اجتماعات يعقدها رئيس كل وحدة مع مرؤوسية، أم يتم ذلك من خلال اجتماعات تعقدها الإدارة العليا مع العاملين في المؤسسة، أو من خلال وجود دليل للعمليات يتم توزيعه على العاملين، أو أي وسيلة أخرى؟ يتم وضع إكس عند الحالة التي تنطبق على المؤسسة أو الجمعية. الآن نأتي إلى المعيار الثالث، وهو معيار الموارد البشرية. الموارد البشرية التي تعمل في المؤسسة أو الجمعية الخيرية، سواء كانت هذه الموارد موظفين يتقاضون أجر أو متطوعين في الجمعية بدون أجر، هل توجد خطة في داخل المؤسسة أو الجمعية تحدد حاجة المؤسسة الخيرية من الموارد البشرية؟ يعني أنا عندي عام 2018، هل في بداية العام كان موجود عندي خطة من هم الموارد البشرية سواء كانوا متطوعين أو عاملين بأجر الذين تحتاجهم المؤسسة والجمعية لكي ينفذوا الأنشطة والخطط التي وضعتها المؤسسة؟ إذا كان نعم، يتم إرفاق صورة عن الخطة التي توضح احتياجات المؤسسة من العاملين أو المتطوعين. هل يتم اختيار وتوظيف العاملين بناء على معايير واضحة تستند إلى تحليل للوظائف وبطاقات وصف وظيفي محدد فيها ما هي المهام وما هي المسؤوليات وما هي الواجبات التي يجب أن يقوم فيها هذا المورد البشري سواء كان متطوع أو عامل بأجر، وما هي المؤهلات التي يجب أن يكون قد حصل عليها، وما هي الخبرات التي يجب أن يمتلكها، وما هي أيضا القدرات والمهارات المطلوبة، وما هي معايير التقييم الذي سيتم اتباعها لتقييم أداء هذا الموظف؟ هذا أيضا في عندي يجب أيضا الإشارة إلى ذلك وتحديد، هل يتم ذلك من خلال طلب التوظيف أو من خلال فحص المتقدمين من خلال مقابلاتهم أو من خلال الفحص الطبي أو البحث عن ريفرنس اللي هو مرجعية عن المتقدم وتاريخه وخلفيته السابقة؟ هل تعتمد المؤسسة على نظام واضح للمسار الوظيفي؟ إذا كان هناك مؤسسة أو جمعية ضخمة وكبيرة كما هو الحال في جمهورية مصر وفي المملكة وفي دولة الإمارات، هناك جمعيات خيرية ضخمة جدا وموازناتها هائلة وفيها موظفين دائمين، هل هناك
تحديد لمسار وظيفي للموظفين؟ إذا كان نعم في نظام يتم اعتماد هذا النظام بناء على نموذج المسار التقليدي، هل هناك مسار تقليدي للوظائف أم مسار شبكي وهو نقل الموظف في عدة وظائف داخل المستوى الإداري بهدف إكسابه مهارات وخبرات متنوعة مما يمنحه الفرصة للترقي لأكثر من منصب؟ ليش؟ لأنه بيكون قد امتلك مهارات في عدة مواقع ولديه الخبرة في عدة مواقع وظيفية في داخل المؤسسة أو الجمعية، أو من خلال مسار الإنجاز، يعني ننظر إلى إنجازات هذا الموظف السابقة وبناء على الإنجازات نرى أين هو الإنجاز الكبير الذي حققه الموظف وفي أي مجال كان هذا الإنجاز، لكي نقوم بتعيينه وترقيته لكي يقود هذا النشاط أو هذه الدائرة أو هذا الإنجاز. هل يتم استطلاع رأي الموظفين في تطوير سياسات الموارد البشرية؟ يتم ذلك؟ إذا كان نعم يتم إرفاق، ما هي الوسيلة التي تستخدمها المؤسسة لاستطلاع رأي الموظفين؟ هل تقوم بإجراء مقابلات شخصية معهم وتستطلع رأيهم؟ هل يتم ذلك من خلال استمارة يتم توزيعها على العاملين ومن خلالها يتم معرفة رأي الموظفين، أو من خلال أي وسيلة أخرى ترى الجمعية أو المؤسسة الخيرية أنها مناسبة وتستخدمها؟ هل آراء الموظفين وأفكارهم ومقترحاتهم يتم الاستفادة منها في تطوير سياسات الموارد البشرية وإجراءاتها؟ إذا كان نعم في سبق أن استفادت المؤسسة، يتم ذكر آخر تعديل على سياسات الموارد البشرية تم القيام فيه بناء على استطلاعات تمت لرأي الموارد البشرية. المعيار الثاني في الموارد البشرية هو تحديد وتطوير مهارات وقدرات الموارد البشرية. لا شك أن الموارد البشرية العاملة في أي مؤسسة بحاجة إلى تطوير لمهاراتها، وخاصة إذا تم اعتماد منهجيات وآليات وأدوات وتكنولوجيا حديثة، فيجب تدريب العاملين والموظفين وتطوير مهاراتهم وتجهيزهم للقيام بواجباتهم الجديدة بناء على التكنولوجيا أو التقنية الحديثة اللي تم استخدامها. هل يتم ذلك، أي تحديد احتياجاتهم التدريبية، من خلال الوصف الوظيفي، معرفة ما هي المهمات والمسؤوليات التي يقومون بها، أو من خلال استبيانات يتم توزيعها على الموظفين لمعرفة ما هي احتياجاتهم التدريبية، أم من خلال تقييم أو تقويم الأداء الوظيفي والذي من خلاله يمكن تشخيص نقاط الضعف لدى الموارد البشرية وعمل دورات تدريبية لكي تعالج هذا الضعف؟ هل يتم قياس أثر التدريب على أداء وسلوك العاملين؟ إذا كان نعم نقوم بإرفاق أيضا نموذج يوضح كيف يتم قياس أثر التدريب. هل توجد معايير كمية ونوعية لدى رؤساء الوحدات لقياس الأداء الفردي للعاملين؟ إذا كان هناك معايير نكتب نعم. وهل يتم قياس الأداء بشكل سنوي أو نصف سنوي أو ربع سنوي أو كل شهر؟ يتم تحديد ذلك من خلال المربع. هل يتم إطلاع العاملين على نتائج التقييم الأداء لمعرفة نقاط القوة لديهم ونقاط الضعف حتى يعملوا على معالجة نقاط الضعف الموجودة عنهم؟ المعيار الثالث هو تمكين الموارد البشرية والتعامل معها بشفافية. هل يتم إطلاع العاملين في المؤسسة أو الجمعية الخيرية وتعريفهم بأنظمة الموارد البشرية والقرارات المتعلقة بالعاملين أو المتطوعين؟ نعم أم لا؟ يتم وضع إشارة. هل يتم الاتصال والحوار مع الموارد البشرية، هذا المعيار الرابع، من خلال قنوات اتصال تستخدمها المؤسسة مع العاملين مثل مذكرات رسمية أو من خلال البريد الإلكتروني أو من خلال الاجتماعات الدورية أو من خلال أي وسيلة أخرى؟ هل هناك آلية للتظلم الوظيفي؟ إذا كان تم اتخاذ إجراء بحق أي موظف من الموظفين، هل هناك نظام يسمح لأن يتظلم هذا الموظف لدى قيادة المؤسسة أو الجمعية؟ إذا كان نعم يتم ذكر الآلية التي يتم فيها التظلم وكذلك صورة
أو نسخة عن نموذج التظلم إذا كان هناك نموذج معتمد. البند الخامس في المعيار الثالث هو مكافأة وتقدير جهود وإنجازات الموارد البشرية. هل تتوافر في المؤسسة أدوات لمكافأة العاملين؟ إذا كان نعم يتم مكافأتهم، يتم تحديد كيف يتم مكافأتهم؟ هل يتم ذلك من خلال وضع أسماءهم في لوحة شرف تعتمدها المنظمة؟ هل يتم من خلال إقامة حفل تكريم وتكريم هؤلاء العاملين أو المتطوعين الذين يعني ضحوا بوقتهم وجهدهم من أجل تقديم خدمات الجمعية والمؤسسة؟ أو يتم من خلال تقديم خطابات شكر وتقدير للموارد البشرية اللي أنجزت؟ هل يتم تعزيز ثقافة الولاء والانتماء للمؤسسة الخيرية من خلال التعويضات أو من خلال تعزيز العلاقات الإنسانية أو من خلال تحقيق رضا الوظيفي للعاملين ومساعدة العاملين على إيجاد التوازن بين حياتهم وعملهم؟ يعني 1:30. الآن نأتي إلى المعيار الرابع وهو معيار الشراكة والموارد، ومخصص لهذا المعيار 100 علامة. ولا شك أن المؤسسات والجمعيات الخيرية ضروري جدا أن تقوم ببناء شراكات مع المؤسسات والجمعيات، سواء كانت مؤسسات وجمعيات محلية أم إقليمية أم دولية. لماذا؟ لأن الجمعيات والمؤسسات تعتمد على المساعدات وعلى التمويل من الجهات الخارجية اللي هي في موجودة في داخل المؤسسة أو خارجها. فهل يوجد لدى المؤسسة الخيرية اتفاقيات تعاون مع مؤسسات خيرية شبيهة تتضمن تبادل للمعارف المؤسسية والتطوير المؤسسي؟ إذا كان نعم هناك اتفاقيات تعاون، يتم إرفاق نسخة من مذكرة تفاهم تمت مع جمعيات ومؤسسات أخرى. هل المؤسسة لديها عضوية في مجموعات إقليمية أو دولية؟ إذا كان نعم، يتم أيضا ذكر اسم المؤسسة أو المجموعة التي تكون المؤسسة عضوا فيها. هل توجد معايير واضحة للمفاضلة بين الموردين؟ لا شك أن المؤسسة أو الجمعية الخيرية عندما تريد أن تقدم خدمات إلى المستفيدين تقوم بشراء بضائع أو مستلزمات أو تقوم بشراء خدمات، وهذه الخدمات عادة هناك شركات ومؤسسات وموردون يقومون ببيعها للمؤسسة أو الجمعية الخيرية. فهل تقوم المؤسسة بالمفاضلة بين هذه بين الموردين؟ وهل تتم المفاضلة حسب معايير معينة، مثل تكلفة البضاعة أو الخدمة، مثل الأداء المالي للمؤسسة أو الجمعية أو المورد، الأداء التشغيلي، ما هي سمعة المورد، ما هي العلاقة التي تربط المؤسسة أو الجمعية مع هذا المورد، وهل هي علاقة طويلة وهناك تجارب سابقة ناجحة مع هذا المورد؟ هل يتم إطلاع الموردين المحتملين على شرح مفصل لمعايير الاختيار والعمليات المتبعة للتقييم؟ يعني أنا المورد اللي بدي أشتري منه بضائع، هل أنا بخبره إنه بده يتم تقييمك بناء على معيار 1 2 3 4 من أجل اختيار المورد الأكثر كفاءة والأكثر يعني منفعة بشكل يعني يؤدي إلى شراء الخدمة بحيث نحصل على البضائع والخدمات بجودة عالية وبتكلفة معقولة ومقبولة؟ إذا كان نعم، يتم توضيح الأسلوب المتبع في ذلك. المعيار الثاني من البند الرابع أو المعيار الرابع هو إدارة الموارد المالية. لا شك أن الموارد المالية الموجودة والمتاحة في الجمعيات والمؤسسات الخيرية مقيدة وفي الغالب قليلة. فهل يوجد لدى المؤسسة دليل للإجراءات المالية لجميع العمليات المالية؟ موضح في هذا الدليل كيف يتم تنفيذ الإجراءات المالية للعمليات المحاسبية؟ إذا كان نعم، يتم إرفاق نسخة من هذا الدليل المالي. هل تتضمن المنهجية المالية للمؤسسة الخيرية
زيادة نسبة الإنفاق على الخدمات عن النفقات الإدارية؟ إذا كان نعم يتم ذكر ذلك. هل تتبنى المؤسسة الخيرية إجراءات لترشيد النفقات؟ طبعا ترشيد النفقات يعني كل المؤسسات تسعى لترشيد نفقاتها، سواء كانت مؤسسات حكومية أم شركات خاصة، فما بالك في المؤسسات والجمعيات الخيرية اللي بتكون مواردها المالية شحيحة ونادرة وقليلة. إذا كان نعم هناك سياسة لترشيد النفقات، يتم ذكر كيف يتم ترشيد النفقات في الجمعية. هل تتبنى المؤسسة برامج لتنمية الموارد المالية؟ إذا كان نعم يتم الإجابة، يتم تحديدها، هل من خلال برامج من عمل وقف خيري أم من خلال برامج فرص التسمية؟ يعني منقول في أن برنامج الصدقة الجارية، برنامج توفير المعدات الطبية، برنامج توفير غرف طبية، كل هذه برامج لجلب وتنمية الموارد المالية، أم من خلال إرسال رسائل قصيرة يعني للمتبرعين أو المانحين المتوقعين، أم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، أو إقامة مشروعات استثمارية تقوم بعملها الجمعية لكي تدر هذه المشاريع الاستثمارية بعض من الدخل الذي يلزم لاستدامة عمل واستمرارية هذه الجمعية. هل تتبنى المؤسسة الخيرية آلية لتحليل النتائج والإنجازات مقارنة بالموارد المالية المعتمدة؟ نعم أم لا؟ هل تقوم المؤسسة بدراسة الانعكاسات المالية للمشروعات وتحليل البدائل لاختيار الملائم لها؟ نعم أم لا أيضا؟ المعيار الثالث في البند الرابع هو إدارة الممتلكات. لا شك أن كل مؤسسة أو جمعية خيرية فيها مقر، وهذا المقر يعتبر ممتلك من الممتلكات، جنبا إلى جنب مع الأجهزة والأدوات والمعدات والأثاث، هذا أيضا يعتبر ممتلكات الجمعية أو المؤسسة. فهل توجد لدى المؤسسة الخيرية منهجية لتسجيل الأصول؟ يعني هل كل الأصول والممتلكات اللي بتمتلكها الجمعية مسجلة في سجل الأصول والممتلكات، محفوظ فيه كل هذه الممتلكات ومتى تم الحصول عليها؟ هل توجد صيانة دورية للموجودات الثابتة في المؤسسة؟ صيانة الكهرباء، صيانة المياه، صيانة التكييف، صيانة ماكينات التصوير، صيانة الأجهزة، الحاسوب، هذه كلها أجهزة بدها صيانة، هل يتم عمل صيانة وخاصة صيانة وقائية؟ هل في مبنى المؤسسة وسائل الأمن والسلامة والعمل في داخل هذه المؤسسة آمن؟ وهل تتوافر إسعافات أولية في حالة إصابة أي من العاملين أو المراجعين؟ أو هناك أجهزة إنذار حريق؟ أو هناك طفايات حريق أو مخارج للطوارئ أو لوحات إرشادية للسلامة؟ يتم ذكر ذلك. هل يتم تدريب العاملين على التعامل مع حالات الطوارئ؟ في حال حصول طارئ كيف نتصرف؟ إذا كان نعم يتم وضع إكس. البند الرابع هو إدارة الموارد التقنية. لا شك أن هناك تقنية وخاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات في داخل المؤسسة أو الجمعية، أجهزة كمبيوتر، سيرفرات، خادمات، هل يتم الإجابة بنعم أم لا إذا كان موجود في يعني في المؤسسة إدارة لتقنية المعلومات؟ هل هناك دليل سياسات وإجراءات متكامل لاستخدام تقنية المعلومات تشمل الاستخدام والحماية والشراء؟ نعم أم لا؟ هل توجد خطة لاستبدال مكونات البنية التحتية المعلوماتية تتضمن أهداف الاستبدال؟ أيضا يتم الإجابة، وفي حالة الإجابة بنعم يتم إرفاق نسخة من ذلك خطة الاستبدال. نأتي أخيرا إلى إدارة المعرفة في المعيار الرابع. ولا شك أن المعرفة موجودة في الجمعيات والمؤسسات الخيرية من خلال البروشورات والكتيبات والتقارير والمنشورات التي تعدها الجمعية، وهي أيضا موجودة هذه المعرفة في عقول رئيس الجمعية ورؤساء الجمعية يعني الوحدات الإدارية في الجمعية. فكيف يتم إدارة هذه المعرفة؟ هل توجد لدى المؤسسة قواعد بيانات؟ في قاعدة بيانات محفوظ فيها سجل بأسماء المستفيدين
والخدمات التي تلقاها المستفيدون، بحيث يمكن الحصول على تقرير من قاعدة البيانات دقيق يوضح هذه الخدمات؟ هل يتم تحديث قواعد البيانات بصفة مستمرة؟ وإذا كانت الإجابة بنعم، يتم توضيح آخر مرة فيها تم فيها تحديث قاعدة البيانات؟ هل يمكن للمعنيين يعني المستفيدين أو المانحين أو العاملين أن يطلعوا على كل المعلومات والمعارف الموجودة التي تقوم بنشرها الجمعية؟ هل هي متاحة للجميع؟ بذلك نأتي إلى المعيار الخامس في فئة الممكنات، وهو معيار العمليات. المعيار الأول منهجية تصميم وإدارة العمليات. طبعا كل مؤسسة يجب أن يكون لديها منهجية أو أسلوب أو طريقة يتم من خلالها تقديم الخدمات للمستفيدين. فهل يوجد دليل للعمليات موضح في الإجراءات التي يجب القيام فيها في تقديم الخدمات؟ إذا كان نعم، يجب إرفاق نسخة من هذا الدليل. هل يتم مراجعة العمليات وتحسينها بشكل مستمر؟ إذا كانت الإجابة نعم، يجب تحديد آخر تاريخ تم فيه تحديث العمليات وتحديد السبب والعمليات التي تم تحديدها. هل تعتمد المؤسسة على معايير للجودة في إدارة عملياتها؟ يجب ذكر ذلك. إذا كان نعم، هناك معايير للجودة في الخدمات والمنتجات أو البضائع التي توزعها على المستفيدين. هل يتم مراجعة فعالية الإطار العام للعمليات في تطبيق السياسة والاستراتيجية؟ أما بالنسبة للمعيار الثاني، تحسين العمليات بطرق إبداعية، هل توجد منهجية واضحة للاستفادة من آراء المتعاملين والمعنيين؟ نعم أم لا؟ هل يتم تجربة الإجراءات الجديدة أو المعدلة لاختبارها أيضا؟ وهل يتم تدريب العاملين على الإجراءات؟ أيضا يتم الإجابة بنعم أم لا؟ ونذكر المقترحات التطويرية المقدمة من العاملين والتي تم تنفيذها. بالنسبة للمعيار الثالث، وهو تصميم وتطوير وتقديم هذه الخدمات. الآن، هل يتم تحديد احتياجات وتوقعات المستفيدين الحالية والمستقبلية؟ إذا كان نعم يتم تحديدها، نذكر كيف أو ما هي الوسيلة التي استخدمت لتحديد احتياجات المستفيدين. هل يتم ذلك من خلال نماذج استقصاء، أم من خلال مقابلات شخصية، أم من خلال زيارات ميدانية؟ هل توجد معايير محددة لاختيار المستفيدين من الخدمات؟ أيضا هذا أمر مهم جدا في المؤسسات والجمعيات الخيرية. هل هناك معايير واضحة على أساسها يتم تقديم الخدمات؟ إذا كان نعم، يتم ذكر هذه وتوضيح هذه المعايير. ليش؟ هذا نوع من تطبيق معايير الشفافية والحوكمة في داخل المؤسسة أو الجمعية الخيرية. في هذه الفقرة نذكر الجهود التي تبذلها المؤسسة الخيرية لإدماج البعد البيئي في عملياتها. فهل المؤسسة أو الجمعية الخيرية تقوم بالمحافظة على البيئة من خلال عدم مثلا رمي المخلفات أو الأوراق أو أي مثلا أشياء تم استخدامها أو مخلفات تم استخدامها من أجل المحافظة على البيئة؟ ما هي الإجراءات التي تقوم فيها المؤسسة لتأكيد وصول المعلومات والتعريف بالمؤسسة وإنجازاتها لكافة أفراد المجتمع؟ الآن نأتي إلى المعيار الأخير، وهو نتائج الأداء الرئيسة. طبعا هذا المعيار مخصص له 150 علامة. طبعا في عندي معيارين فرعيين، وهم مخرجات الأداء الرئيسة. وطبعا قبل مخرجات الأداء الرئيسة، هل المؤسسة تستخدم بطاقة لتقييم أدائها، وهي معروفة باسم بطاقة الأداء المتوازن؟ وهذه البطاقة عادة فيها أربع منظورات أو أربع موضوعات، وهي المنظور المالي، يعني تقييم أداء الجمعية ومخرجات أداء الجمعية من الناحية المالية، تقييم أدائها المالي، تقييم أدائها في مجال المستفيدين وفي مجال زيادة أعداد المستفيدين من الجمعية، وفي مجال المحافظة والاحتفاظ بالمستفيدين في الجمعية، وفي مجال أيضا التعلم والنمو والعمليات. وبالنسبة للمخرجات الرئيسة،
هي محصورة في العناصر المعروضة أمام حضراتكم. أولا درجة الالتزام بالموازنة، هل الجمعية أو المؤسسة التزمت وبموازنتها بنسبة 100% أم أن كان هناك عجز في الموازنة ولم يتم الالتزام بهذه النسبة؟ بالنسبة لترشيد النفقات، إلى أي مدى قامت الجمعية أو المؤسسة بترشيد النفقات بالمقارنة مع العام 2016 و2017 أو الأعوام الماضية؟ هل هناك فائض كان في موازنة الجمعية؟ إذا كان هناك فائض يتم ذكر هذا الفائض في الأعوام السابقة. ما هو العائد على الاستثمار؟ يعني إذا كانت المؤسسة أو الجمعية قد استثمرت في مشروع ما أو في مؤسسة ما أو نشاط ما، ما هو العائد من هذا الاستثمار؟ ما هو الوقت اللازم لتقديم الخدمة وإطلاق مشروع أو مبادرة؟ هل الأمر يعني يحتاج إلى فترة قصيرة؟ يتم تحديد ذلك. ما هي نسبة النجاح في تحقيق الأهداف المتعلقة بالرؤية والرسالة؟ وما هي نتائج التطبيقات الإلكترونية إذا كان هناك تطبيقات تستخدمها المؤسسة أو الجمعية الخيرية من خلال المعاملات الإلكترونية والخدمات الإلكترونية؟ وما هو قياس معدلات الإبداع والمشاركة ممثلة في عدد المشروعات الجديدة والاقتراحات الواردة ونسبة هذه الاقتراحات؟ أخيرا مؤشرات الأداء، هناك مؤشرات أداء لها علاقة بالوقت اللازم لإنجاز العمليات، يعني ما هو الوقت الذي لزم لإنجاز العمليات معدل هذا الوقت في العام الأول، في العام 2016-2017-2018 وهكذا؟ ما هي نسبة الأخطاء في العمليات؟ وما هو مؤشر الأداء فيما يتعلق في الإبداع والتحسين؟ بالنسبة لأداء الموردين أيضا، ما هي مؤشرات الأداء التي تدلل على قياس أداء الموردين؟ عدد الشركات والقيمة المضافة من الشركات أيضا، ما هي المؤشرات التي تدلل على زيادة في عدد الشركات التي تم بنائها مع الأطراف المعنية؟ وما هي القيمة التي أضافتها هذه الشركات للمؤسسة أو الجمعية؟ سهولة الوصول إلى المعلومات أيضا، هل هناك مؤشرات تدلل على أن الوصول للمعلومات سهل من خلال أعداد الذين زاروا الموقع الإلكتروني أو من خلال أعداد الذين قاموا بالحصول على نسخ من التقارير التي تقدمها الجمعية؟ توفير المعلومات في الوقت اللازم وتكاليف صيانة المباني والأجهزة.